عليكم السلام. الاسم ديالك؟ احمد وهوب. انتما كفاعلين سياسيين كتشوف النقاش ديال اليوم؟ على كل حال ولينا كنشكر شبكة الفضاء الحر على هذا الدعوة وهذا الجمعية اللي عودتنا انها تطرح واحد المواضيع عندها علاقة أساسية بالمجتمع المدني في الأدوار ديالو الحديثة وخاصة بعد الدستور 2011. مشاركة المواطنين الفاعلين المدنيين والمواطنين، يعني كنلاحظوا هنا أن المشاركة كيحدد واحد الإطار المنظم اللي هو المجتمع المدني، ولكن من حق أيضا المواطن أنه يمكن ليه يساهم، يمكن ليه يساهم في رسم السياسات عمومية ويشارك فيها إلى جانب الفاعلين الآخرين. طبعا مربوطة هنا بالمستوى المحلي، المستوى المحلي هو واحد الموضوع أساسي، يعني غالبا كتطرح الأمور على الصعيد العام كذا، الآن علينا ننتقل إلى مستوى ثاني هو مستوى الشأن المحلي ودور الفاعلين فيه. وطبعا هذا الموضوع هذا أنا كنعتبر وكنت ديما كنقولها للإخوة ديال شبكة الفضاء الحر ولي في الاجتماعات مثل هذه، انه واحد الجفاء اللي كان بين الفاعل السياسي والفاعل المدني من شأن هذه الآليات الجديدة انها تديبه وتجعل الكل يشتغل في اطار خدمة المواطنين والمواطنات. واش كتشوف ان الانتخابات قربت؟ واش يعني هذه الندوات وهذا هما في صالح المواطنين؟ على كل حال المواطنين، يعني باش نوصلوا للمواطنين هذا واحد الموضوع اخر كبير، ولكن الاساس هما الناس اللي كيأطروا المواطنين، هما اولا علينا ان نجعلهم معبئين من اجل هذه المحطه. هذه المحطات دائما نقول بانها ستكون حاسمه وستكون مصيريه، ولكن مع الاسف ملي كتجي المحطه نفسها تحدث فيها الكثير من الاشياء التي عليها مؤاخذات. طبعا انتخابات يعني بصفه مباشره ماشي هي الهدف، هذا واحد الهدف ديال التربيه ديال المواطن، ديال التاطير ديالو، ديال التكوين ديالو. وانتخابات تاتي في هذا السياق، تاتي في هذا السياق نفسه من اجل تعبئته غدا وان يعرف ماذا عليه ان يفعل. لانه الى شفتوا نسبه المشاركه وشفتوا العزوف وشفتوا كذا، يعني انا كاعتقد لو ان واحد 15% من هذوك الناس اللي ما كيتحركوش انهم يتحركوا يمكن يقلبوا جميع الموازين اللي كتكون مهيئة مسبقا لدى بعض الفاعلين والتي يعتمدون عليها بالأساس من أجل الوصول إلى تدبير الشأن المحلي. شكرا لكم.